بتعادل إيجابي من ميدان الهلال في الجولة الرابعة ليواصل صدارته للمجموعة الأولى. ومن دكة البدلاء إيبرفيليود الرأس المدبر للنجم يفكر في الطريقة التي تمنحه النقاط الثلاث. بداية حذرة لكلا الفريقين سرعان ما كسرها الهلال بأول فرصة في الدقيقة الثالثة بتسديدة محمد موسى التي جانبت القائم. رد فعل النجم جاء في الدقيقة 17 وكرة أمين بن عمر وجدت الحارس أنغونغ في المكان المناسب. أخطر فرصة في الشوط الأول كانت من نصيب الهلال في الدقيقة 39 أكرة وجها لوجه أمام المثلوثي. الحارس التونسي يبعد الكرة وأبو عقلة في محاولة ثانية دون جدوى. تصويبة بريغي للنجم في نهاية المرحلة الأولى لم تغير في النتيجة السلبية التي افترقت عليها التشكيلتان. بعد الاستراحة استمرت رحلة البحث عن هدف التقدم وكادت رأسية محمد بشير بشا في الدقيقة 61 أن تبلغ الهدف لكنها جنبت القائم. أخطر لاعب في الهلال أوكرا عاد للتهديد وتسديدته تصدى لها المثلوثي في الدقيقة 62. الحصار الأزرق طوق دفاع النجم لكن من دون فعالية كبيرة، وعندما لا تسجل فإنك تستقبل الأهداف. ركنية صعبة وجدت رامي البدوي الذي أعلن تقدم النجم الساحلي عند الدقيقة 85. الهلال على أرضه وأمام جماهيره ما كان له أن يستسلم، فجاء هدف التعادل في الدقيقة الأولى بعد 90. بشير بشا يحرر أنصار الهلال ليقنع الهلال والنجم بنقطة واحدة لكل منهما في مباراة كانت نهايتها غاية في الإثارة. واكتفى